فاجات خوري بقى اللي راح التحيه ديالها عدد من الابرياء رحمهم الله وفد اليوم المبارك وشفى الله جميع المرضى والتعازينا القلبيه لجميع العائلات ديالهم. نستنكر عده امور منها رداءة الطرقات اللي كتعرفها بلادنا، وتكلموا على هذه النقطه بالذات لانها شفناها يعني عبر الاعلام كيفاش يعني الرداءة ديال هذه الطريق هذه واللي كتعرف يعني سيرتو في هذه الايام ديال العطل، يعني العائلات كتبغي تفوج كتبغي تشوف يعني المدن ديالنا المغربيه الحمد لله اللي كتسخر بالطبيعه وبالكرم، فاذا بنا تتحول هذه الفرحه الى فاجعه. كان الحمد لله على كل حال، ولكن كنتكلموا على الفساد والمفسدين اللي ما يعيروش اهتمام لهذه الامور هذه كما جاء في الخطابات الساميه لصاحب الجلاله اطال الله في عمره اللي دائما يتكلم على الفساد والمفسدين والمحاربه ديالهم، والدور ديالنا احنا كحقوقيين وكمجتمع مدني ندين بشده الناس اللي ما صلحوش هذيك الطرقات، ما صلحوش للمواطنين يعني لا حول ولا قوه الا بالله باش نشوفوا بحال هذيك الطريق، لان حشومه ومن العيب والعار ان تكون عندنا بحال هذيك الطريق. وحنا الحمد لله تنعرفوا المغرب عندنا موارد عندنا، ولكن عندنا ايادي خفيه دائما كتحول دائما ضد التنميه وضد يعني باش تمشي هذه البلاد القدام، ولكن يجب الضرب كما كنقولوا يد من حديد او بحال هذا الشكل هكا على يد المفسدين. والحمد لله تنتمناو من الله باش يعني الناس هذو اللي كيتحملوا المسؤوليه على العاتق ديالهم باش يفكروا في هذه الامور هذه باش ما نبقاوش نشوفوا بحال هاد الضحايا الابرياء اللي مشاو عند الله سبحانه وتعالى، الله يتقبلهم من الشهداء والصالحين. فعلا كنظن ان 90% السبب الحقيقي وراء هذه الحادثه هي رداءة الطريق، هذا هو اللي غادي نقول، والامور راه هي واضحه وباينه، الطريق راكم شفتوها كي دايره، ويعني الحقيقه هي هذه. هذا يعني مسألة أخرى هذه راجعة للناس كذلك اللي هم مسؤولين على السلامة الطرقية، يعني الناس اللي منها الدراك منها مراقبة الطرق منها بزاف ديال احنا ماشي احنا دولة الحمد لله كاملة مكمولة، يعني لو كان يقوم كل واحد بالدور ديالو غادي نكونوا في أحسن حال.